أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج روابط يأتيكم من على قناة الشرقية والشرقية نيوز. بالعناوين: كاظم الساهر يحيي حفلا في دبي أرينا ويمازح الجمهور والمصور الشخصي. ما الذي تعرفونه عن بيوت الأظافر في الصين؟ سأقول لكم كل الحكاية. أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائياً في مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، وبدأ واضحاً عليه القلق والتوتر حتى أنه قال ذلك صراحةً لجمهوره الذي بقي يهتف فرحاً عند لقائه. قال لهم: كأنها أول حفلة بحياتي. كأنه أول حفلة بحياتي. الخوف والارتباك والتوتر والقلق، بس الحب موجود. لأن كل حاولنا يعني أكثر الألبوم نسوي مقروبات. لا مو كل صعبة شوي. يعني موسيقيا هي اقوى البوم حياتي، اقوى البوم بالنسبه لي موسيقيا، بس ما اعرف الجمهور اذا احبه. وتبادل الفنان العراقي الحديث مع جمهوره خلال الحفل، حيث صدح صوت احد الحضور بان البوم مع الحب، وهو الالبوم الاخير الذي اطلقه كاظم الساهر، والافضل خلال مسيره الساهر الفنيه والتي اصدر فيها 25 البوما غنائيا. فايد القيصر كلامه قائلا: موسيقياً هو أقوى ألبوم بحياتي. لتتعالى بعد ذلك صيحات الحضور، وبقي الساهر يمازح جمهوره قائلاً بأن صورة الألبوم أيضاً تبدو لشخص متكبر، وهذا ليس أنا. تستاهل. المصور خطير. ديفيد. يعني مثلا يقول لي افتح على الصفحه حتى تاخذ لك صوره، هاي حركه اسويها وتكتب. يعني هذه ما تحصل يعني والله. اتجنن والله. خليك على معنى الحلو. ادى الساهر خلال الامسيه باقه متنوعه من اغانيه القديمه والحديثه، ابرزها قولي احبك والليل وزيديني عشقا وفي مدرسه الحب وهل عندك شك. وطبعا هذه الأغاني هي التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، وكانوا يرددون كلماتها معه. تاريخ ميلاد أنا غيرته، وعلى يديك يكون مثل حياتي. هذه القصائد كيف أصوغها لم تكن. وقدم الساهر الشكر لأعضاء فرقته الغنائية قائلا: بحقهم أعضاء هذه الفرقة مثال على الالتزام والوفاء والتفاني والمحبة الصادقة، الله يحفظهم ويبارك فيهم. فيما شارك كواليس التحضيرات أيضا لهذا الحفل مع محبيه من على صفحته الرسمية في إنستغرام. أما التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاءت مختلفة وفرحة جدا لهذا الظهور بعد غياب طويل لكاظم الساهر. أقرأ عليكم من منصة إنستغرام بعض هذه التعليقات. مهاب يقول: زمان عنك يا أبو وسام وعن صوتك الحلو، هذا ارتباك لقاء الجمهور دليل على حرصك على فنك ويخليك تبدع على المسرح. أيضا من على إنستغرام تبارك تقول: واضح جهدك في الألبوم، رجعنا سنوات إلى زمن أنا وليلى وزمن زيديني عشقا، نشكرك على كل هذا الحرص. أما أمير من إنستغرام يقول: صورة الألبوم رهيبة، لا يمكن نشوفها بطريقة ثانية، أسعدتنا وفرحتنا بشوفتك وكانت ليلة من العمر.
من جديد، حشرة الدوباس والتي تعتبر من أهم الآفات التي تصيب النخيل في العراق في الوقت الحاضر، فهي تصيبه سنوياً، ولكن شدة الإصابة تختلف من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، وإن تكرار الإصابة سنوياً يؤثر تأثيراً ملموساً على حاصل التمور وعلى حيوية أشجار النخيل فيضعفها وقد يؤدي إلى موتها. مؤخراً انطلقت الحملة المجانية لمكافحة حشرة دوباس النخيل في العراق باستخدام المروحيات العسكرية التابعة لطيران الجيش، وانطلقت هذه المروحيات من مطار الصوير الزراعي. وأشار وزير الزراعة عباس جبر المالكي في تصريحات تابعناها إلى أهمية إطلاق هذه الحملة للعروة الربيعية لمكافحة حشرة دوباس النخيل بالتعاون مع وزارة الدفاع لتحقيق نجاح وأهداف هذه الحملة التي ستستمر عدة أيام وستبدأ من محافظة واسط انطلاقاً إلى المحافظات المشمولة الأخرى. ضيفنا لهذا اليوم اللواء عدي ياسين يوسف، مهندس طائرات متقاعد، سيتحدث إلينا ربما مبدئياً عن استخدام طائرات الدفاع في وزارة الزراعة. أهلاً بك لواء عدي، وهل لك أن تحدثنا عن هذه التجربة باعتبار حضرتك مهندس للطائرات؟ كيف توصلت وزارة الزراعة إلى استخدام طائرات الدفاع في مكافحة هذه الحشرة الضارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم في التواصل بكل العراقيين، ومن ضمن العراقيين اللي في وزارة الدفاع ووزارة الزراعة وكل عراقي موجود في العراق. أشكر حضراتكم على الاستضافة مرة ثانية. بالحقيقة طيران الجيش، يعني أول ما صار صنف طيران الجيش هي طائرات مقاتلة، وبنفس الوقت هي تخدم كل العراقيين في كل الأماكن، مو بس الزراعة، وحتى في وقت الفيضانات، في وقت الإخلاق، من خلال التواصل ويا وزارة الزراعة واعتمادها على مساعدة قيادة طيران الجيش وأسطول طيران الجيش من الطائرات. في الحقيقة بالعام 2020 ظهرت موجة كبيرة من الجراد. هذا الجراد استمكن من مناطق البادية في النجف وكربلاء وفي المثنى. احتاجت وزارة الزراعة أن تكافح مكامن انطلاق الجراد، ويعني أكو في المناطق الزراعية، في هذه المناطق أكو ناس كانت ترصد، وزارة الزراعة كانت ترصد حركة الجراد. احتاجوا أنه أول شيء هذه المنظومات ممكن أن تنشد على الطائرات اللي إحنا نستخدمها كطائرات روسية الصنع. لماذا؟ هل لا تمتلك وزارة الزراعة يعني طائرات خاصة بها، أم هي طائرات تستخدم؟ يعني ما القصة هنا؟ عندهم طائرات، بس الطائرات مالتهم متوقفة حالياً بسبب أول شيء التمويل المالي، كان عندهم مشكلة بالتمويل المالي. نعم. ووزارة الزراعة طائراتها نوعا ما تحتاج، ما تقدر توصل إلى مسافات بعيدة، يعني تحتاج أكثر من محطة حتى توصل مثلا إلى بادية المثنى، يعني المدى مالتها مدى العمل. هاي واحدة. الموضوع الثاني، يعني ممكن أنه تشيل 300 كيلوغرام أو 300 لتر من المبيد الحشري اللي مخلوط، بينما طائراتنا احنا حاليا دا تشيل 2000 لتر او 2000 كيلوغرام، يعني رفعه وحده، وتطلع بها الطائره تظل تكافح لمده ساعه ونص الى ساعتين الى ساعتين وربع حسب المكان اللي دا تكافحه. يعني العمليه اجدى من انه تستخدم طائراتها. حاليا طائرات متوقفه بسبب اشكالات فنيه، والشركه المصنعه لجوا انه بعام 2020 قالوا ممكن هذه المنظومات يعني تربطونها على طائراتكم، بس نريد المواصفات التالية، هي كمية الاسقاط على الارض هو اهم شيء. يعني ما لازم ضائعات، كانت طائرات وزارة الدفاع بكميات كبيرة، وهنا اريد ان اتحدث تحديدا عن هذه النقطة، لان التعليقات طبعا من على مواقع التواصل الاجتماعي، لا اخفيك سيادة اللواء، كلها تطالب بتغطية واسعة، يعني يقولون
أنتم في النجف الآن نريد الوصول إلى كربلاء، نريد الأقضية والنواحي، لا تكافحوا حشرة الدوباس فقط. فهل الأنظمة التي وضعت في هليكوبترات وزارة الدفاع كانت تختص بنوع معين من المكافحة أم عدة أنواع من الحشرات؟ بالنسبة لطائرات وزارة الدفاع وطيران الجيش، هي آلة لتوزيع أي مبيد وفي أي مكان وفي أي مدى. هذا يعني اللي احنا نقدر نقدمه. نعم. بقى مثلا وزارة الزراعة إذا ما عندها مبيدات أو وزارة الزراعة نخلي أولويات معينة. في بعض الأحيان ممكن معالجة البساتين اللي بها أشجار مثمرة واطئة بالارتفاع من خلال مكان الرش، يعني المكننة هم يستخدمون تفكتر يستخدمون هذه ممكن. بس النخل موضوع يعني كل نخلة 7 أمتار 8 أمتار 10 متر 12 متر. نعم. في بعض الأحيان وكميات كلش كبيرة، مساحات شاسعة جدا. ما ممكن أنه بسهولة أنه واحد يقدر يكافحها. طيب لنسأل الآن هذا السؤال المهم، ما هي أهم المعوقات ربما التي واجهتموها وأنتم تضعون هذه الأنظمة الجديدة؟ هل كانت لدينا تجربة سابقة في وضع منظومات للرش والمبيدات الكيميائية في طائرات المروحية لوزارة الدفاع أم كان هذا مشروع جديد؟ حقيقة هذه أول مرة في تاريخ طيران الجيش اللي تأسس سنة 82. نعم. بالدولة العراقية أول مرة طائرات عسكرية تربط لها منظومة بعيدة عن التصميم الأصلي من الطائرة، بعيدة عن كل التفاصيل اللي ممكن أن تحصل أثناء الربط بالشد مالتها. نعم. الحمد لله والشكر توفقنا أنه شدينا المنظومة، والمنظومة الوزن مالتها حتى من وزنها كان 110 كيلوغرام. يعني هذه ليست أول سنة سيادة اللواء، هذه ليست أول سنة يستخدم فيها هذا النظام، ولكن ربما هذه هي السنة الأكثر شمولاً في استخدامه، صحيح؟ هذه السنة الرابعة، وأثبتت جدارتها للمنظومة وملائمتها للعمل بالنسبة للطيارين، بالنسبة للفنيين، بالنسبة للناس العاملين على الأرض والناس العاملين على الجو أثناء حركة الطائرة. نعم. الحمد لله والشكر منظومة مرنة، والتصميم مالتها بسيط جدا. يعني ما أنا شخصيا اللي سويت كل التفاصيل، ما كنت متوقع أنه في أول تجربة طيران، أول تجربة فحص جوي راح ننجح. بحيث من نزلت من الطائرة أول فحص جوي، ما أعرف يمكن رادوا يشيلوني في وقتها من كثر الفرحة، لأنه المهندسين الزراعيين طبعا حتى الفلاحين يعني يشكون، ولسنوات طويلة توقف موضوع الرش الكيميائي. فالمزارعين الآن يعني فرحين جدا، أنا أتابع تعليقاتهم وأتابع حتى صفحاتهم. سيادة اللواء لا تتخيل مدى يعني تحمسهم لوجود هذه الهليكوبترات فوق مزارعهم، خصوصا وأننا الآن على أعتاب موسم حصاد وبدأت الآفات الزراعية تنتشر، فدائما ما يطالبون. سيادة اللواء لضيق الوقت نشكرك لانضمامك إلينا، وسأقرأ عليكم، ربما تبقى معي أيضا لتستمع إلى التعليقات التي جاءت مختلفة من على منصات التواصل الاجتماعي. لا أخفيكم، كلها كانت مناشدات للوصول إلى كل الأقضية والنواحي في العراق لتشملهم هذه الحملة. التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك مثلا، أقرأ لكم أبو علي الذي كتب يقول: بالتوفيق إن شاء الله، جهود مباركة، وأيضا نطالب بمكافحة نهر العظيم من البعوض والحرمس، اتبهذلنا في منطقة حاوي العظيم بدياله. أيضا من على فيسبوك أقرأ لكم أسامة الذي كتب يقول: ملايين النخيل في محافظة الديوانية خصوصا قضاء الشامية تعاني من الإصابة، ضروري تكافحون نخيلنا ومشكورة جهودكم. أخيرا من على فيسبوك أيضا علي يقول: نريد أن تصل الطائرة إلى القرى القريبة على سيطرة الآثار، السورة والفندية والخاتونية والبعلوان والرافدين وبرنون، كل المناطق النائية. كما لاحظتم مشاهدين الكرام، الكل يطالب بوصول هذه الهليكوبترات إلى أبعد وأقصى مناطق العراق. بجانب
جانب العديد من اللقطات اللافتة والمميزة للنجوم والمشاهير في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، إلا أن بعض اللقطات الغريبة على السجادة الحمراء امتدت أصداؤها إلى ما بعد الدورة الأخيرة، وعلى رأسها لقطات حارسة الأمن الصدامية مع عدد من النجمات على السجادة الحمراء. وكانت اللقطة الأبرز لحارسة الأمن في مهرجان كان مع النجمة كالي رولاند، هذه هي، والتي تداول الجمهور لها عدة صور وفيديوهات ظهرت بها وهي توجه حديثها بحدة إلى الحارسة على هذه السجادة. وظهرت الحارسة في لقطات أخرى وهي لا تستجيب لحديث كالي رولاند وتصر على إبعادها عن السجادة الحمراء. وانتشرت طبعا عدة تكهنات حول سبب هذه اللقطة الغامضة والمثيرة للجدل، ولا تعتبر لقطة كالي رولاند هي الوحيدة الصدامية مع نفس الحارسة في مهرجان كان، ولكن تعرضت أيضا الممثلة الدومينيكية وملكة جمال الدومينيكان السابقة ماسيل تافيراس لنفس الموقف. وتداول الجمهور لقطات لها، هذه هي اللقطات، في محاولة ماسيل الابتعاد عن هذه الحارسة بسبب إصرار الأخيرة على عدم إعطاء فرصة لترافيس لاستعراض الفستان على السجادة الحمراء قبل أن تشعر تافيراس بالغضب وتقوم بدفع الحارسة بالقوة بعيدا عنها، وهو ما جعل الحارسة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تكرار هذه الحوادث مع النجمات في المهرجان. لم تنتهي قصة هذه الحارسة، فقد تداول الجمهور لها لقطات أخرى مثيرة للجدل أيضا، وإحداها مع نجمة البوب الكورية يونا، والتي تظهر فيها حارسة الأمن وهي تحاول منعها من الاستدارة من أجل تحية الجمهور والكاميرات. وظهرت الحارسة كما تلاحظون وهي تدفعها بذراعها إلى داخل القاعة بعيدا عن أضواء الكاميرات، الأمر الذي جعل يونا تشعر بالانزعاج من هذا التصرف، رغم أنها لم تصدر رد فعل غاضب مماثل لرد كالي رولاند وماسيل تافيراس. واتهم عدد من المعلقين حارسة السجادة الحمراء في مهرجان كان بالعنصرية بسبب تداول هذه اللقطات التي رأيتموها مع بعض النجمات في المهرجان وعدم فعلها نفس الشيء مع أخريات في نفس الموقف، خاصة بعد حديث ماسيل تافيراس عن العنصرية في هذا الموقف، وكذلك تلميح كالي رولاند لنفس التهمة. لكن زملاء الحارسة دافعوا عنها، وذكر بعضهم لموقع ديلي ميل عن سبب تداول هذه المقاطع، وذكروا إنها تعرضت لضغوط كبيرة خلال المهرجان المزدحم على الرغم من كونها الموظفة الوحيدة التي أثارت الجدل خلال حدث هذا العام من مهرجان كان. أما التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي فلا أخفيكم، البعض برر تصرفاتها والبعض الآخر استغرب. أقرأ عليكم من تيك توك، حيث أيضا انتشرت بكثرة هذه الفيديوهات ملايين المشاهدات. مجدة أو ماجدة تقول: النظام في كان مجرد شراء بطاقة الحضور إلى المهرجان، كان لا يعطيك حق التصوير على السجادة الحمراء، هناك بطاقة أخرى يجب شراءها من أجل التصوير. أما مون من على تيك توك أيضا تقول: تبدو حارسة الأمن هذه فيها شيء من العنصرية، لأنها ألحت مع فئة معينة من النساء من آسيا وأفريقيا أو أفريقيا، ويبدو أن المشاهير غاضبين منها أيضا. أما التعليق الأخير فلعلي يقول فيه: هي فعلت هذا لأجل الوقت، وبالتأكيد لديها تعليمات تلتزم بها حتى لا تزدحم منطقة التصوير ويصعب السيطرة عليها فيما بعد. عادة ما يقوم المسؤولون بتعويض السكان الذين يريدون أن يخرجونهم من منازلهم لإنشاء مشروعات كبرى أو طرق أو كباري جديدة، ولكن في مقاطعة غواندونغ الصينية لم تسر الأمور بهذا النظام والتوصل إلى حل، حيث أظهرت لقطات متداولة عن وجود منزل يمر فوق طريق سريع تم بناؤه ورفض مالكه الانتقال
من الطريق. وبحسب موقع أوديتي سنترال، فإن الصين تشتهر بما يسمى ببيوت الأظافر أو النيل هاوس، وهي لأصحاب المنازل الذين يرفضون التعويض عن هدمها ويصرون على البقاء في أماكنهم، ولكن في حين أن معظم هذه الأمثلة موجودة في المجمعات السكنية الجديدة، فإن هذا المنزل يقع في منتصف الجسر بالضبط. وبعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع صاحب المنزل، ورد أن الحكومة لم يكن لديها خيار سوى تغيير المشروع الأصلي وبناء الجسر حول المنزل. ومع ذلك قال متحدث رسمي تابعنا تصريحاته إن المفاوضات مع صاحب المنزل ستستمر، ولا يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها أصحاب بيوت الأظافر الخروج من منازلهم خدمة للصالح العام، ذلك بسبب القانون الصيني الذي يوفر حماية لمن يريد الاحتفاظ بمنزله بدون أن يتم محاسبته قانونياً. أثارت هذه القضية الغريبة جدلاً ساخناً عبر الإنترنت، حيث اتهم معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الناس الذين لا يريدون الخروج من هذه الطرق السريعة وعرقلت حياة العامة أو المشاريع الكبرى، اتهموهم بالجشع. أقرأ عليكم البعض من هذه التعليقات التي جاءت من على منصة أكس مثلاً. طارش يقول: هذا دليل على ضعف الدولة، لأن الدولة ينبغي أن تنظر للمصلحة العامة وأن يكون هناك نزع ملكية عن الفرد طالما ذلك يؤدي إلى منفعة العامة، وأن يقبل بالتعويض. أيضاً من على أكس طلال شكيلي يقول: لماذا لا يوجد قانون نزع الملكية للمصلحة العامة؟ الطريق سيخدم الكثير من الناس. يتساءل. أما فارس زايد فيقول: يعني نضيق على آلاف المواطنين وتحصل حوادث وزحام من أجل شخص يحب منزله؟ أعتقد المصلحة العامة تقدم على المصلحة الفردية. بهذا التعليق القادم من منصة أكس تكون حلقة روابط لهذا اليوم قد انتهت. شكرا للاهتمام والمتابعة، إلى اللقاء.